Şimdi bunun bir özetini Arapça olarak Tahir Nedim Sarp size sunacak. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu ve nusalli ala rasulihil kerim ve ala abdihil mesihil ma'ud. Uqaddim lakum mulakhas li khitab amirul mu'minin الذي أرسله بمناسبة هذه الجلسة. يقول أمير المؤمنين أيده الله تعالى بنصر العزيز في البداية بأنني سررت عندما علمت بأنكم تعقدون جلستكم في 16-17 سبتمبر 2017 ودعا لنجاح هذه الجلسة فقال بارك الله في جلستكم وبارك في كل المشاركين وجعلها مدعاة لنيل البركات الوفيرة وقال تذكروا بأنها ليست هذه الجلسة كاجتماعات العادية الدنيوية وإنما هذه الجلسة أسست لتحقيق الرقي الروحاني والتقرب إلى الله والازدهار في التقوى والحسنات ولإحداث التغييرات الحسنة في أنفسنا ولكي نزداد في العلوم الدينية وحتى نعصم أو ننقذ أنفسنا من السيئات ونزداد أخوة ومعاملة طيبة مع الإخوة الآخرين في الإنسانية وكذلك لكي نصعد ونكون جادين ونشيطين في نشر الإسلام الإسلام الذي هو دين الإسلام دين السلام دين الأمن والسلام لكي ننشر هذا الدين إلى أكناف الأرض ثم يقول حضرته بأن الله سبحانه وتعالى قد من علينا بالخلافة وجعل أمن العالم منوط بالارتباط بالخلافة فلأجل ذلك ينبغي أن تكونوا مطيعين صادقين للخلافة ونحن سعداء بأن الله سبحانه وتعالى قد أرسل مسيحه الموعود عليه الصلاة والسلام ووفقنا للإيمان به والآن مطلوب منا أن نترقى روحانيا ويجب أن نعمل وفق تعليمات الله عز وجل في القرآن الكريم والنبي صلى الله عليه وسلم وفق ما أشار علينا سيدنا المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام حتى تكونوا نموذجا حسن للتعاليم الإسلامية وأن تكونوا خصوصا نموذج حسن للمواطن الطيب لأن من تعليم النبي صلى الله عليه وسلم حب الوطن من الإيمان فينبغي أن تحبوا هذا الوطن الذي تعيشون فيه ثم أشار أمير المؤمنين إلى بعض الأمور الهامة التي ينبغي أن نركز عليها قال ينبغي أن تصغوا إلى خطبي باستمرار وتواظبوا على ذلك وبالإضافة إلى ذلك ينبغي أن تشاهدوا القناة MTA واجعلوا أهلكم وأولادكم أيضا يشاهدون بعض برامجها يوميا لأن هذا سوف يزيدكم علما وإيمانا وتمسكا بالأحمدية بالإضافة إلى ذلك ينبغي أن تواظبوا على الصلوات الخمسة وتودوها على وقتها وأن تذكروا الله سبحانه وتعالى وينبغي أن ترتبوا ألسنتكم بذكر الله عز وجل وفي المعاملات اليومية يجب أن تكونوا نموذجا صادق للتعاليم الإسلامية إضافة إلى ذلك يجب أن تواظبوا على التبرعات أيضا وعلى التبليغ فبالنسبة إلى التبليغ قال أمير المؤمنين إذا كانت أعمالكم وتصرفاتكم كلها موافقة للتعاليم الإسلامية وإلى ما لما أشار إليه سيدنا المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام وما علمنا إياه فهكذا تصبح تصرفاتكم ومعاملاتكم مثالية وهذا أكبر دعم بالنسبة لكم في تبليغكم وهي تمثل تبليغا بحد ذاتها ثم يقول في النهاية أمير المؤمنين بأنني أدعو أن يبارك الله سبحانه وتعالى في هذه الجلسة وأن يوفقكم لإحداث التغيير الحسن
في أنفسكم ويزيدكم تقا وروحانية ويوفقكم لإحداث التغيير الحقيقي في الأنفس ووفقكم للخدمة لخدمة الإسلام والبشرية بارك الله فيكم جميعا آمين